مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور ويا هلا ويا مرحبا بكم في بدايه هذه الامسيه الجديده من امسيات اماسي اللي نستهلها بتقديم أسماء ايات التهاني والتبريكات الى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال الهيان رئيس الدوله حفظه الله ورعاه واخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل الهيام ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله وأصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات بمناسبة الاختيار المستحق لدولة الإمارات العربية المتحدة الغالية لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2019 ميلادية بعد حقيقة دخول عدد من الدول الآسيوية كذلك في هذا الملف ونيل الإمارات شرف الاستضافة بكل جدارة واستحقاق ألف مبروك يا ريم ألف مبروك محمد أكيد مبارك للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على هذه الاستضافة اللي بتكون طبعا بعد أربع سنوات تقريبا أو كل أربع سنوات صحيح. أنا هذا اللي عفها ترى هذا اللي عفها عن تاريخ كرة القدم <applause> 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 معلومات بسيطة منها أن كاس أسيا سنوات أكيد بعد أربع سنوات ألف مبروك للإمارات هذه الاستضافة الآن أكيد بنبقى مع حلقتنا لهذه الليلة واللي فيها أكيد العديد من الفقرات المتنوعة أكيد نحاول نغطي وبشكل مستمر كل الفعاليات في اماره الشارقه وفي الامارات ايضا بشكل عام محمد. بالتاكيد يا ريم لابد كذلك من البدايه حقيقه يعني تعودنا ان نذكركم بوسائل التواصل ويانا المتمثله في بريد البرنامج الالكتروني اللي واضح امامكم على الشاشه وبانتظار تفاعلكم كذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي واضحه امامكم. كذلك على الشاشه وبانتظار كذلك مداخلاتكم واستفساراتكم على ارقام الهواتف اللي واضحه كذلك امامكم على الشاشه من داخل دوله الامارات ومن خارجها يا نشوف فقراتنا مشاهدينا ونرجع. لأول مرة في الشارقة معرض توعية 2015 ميلادية معرض العام الثالث وثلاثين في متحف الشارقة للفنون. القافلة الوردية دعوة للصحة. مجددا تسعى دائره الخدمات الاجتماعيه بحكومه الشارقه الى تحقيق اعلى درجات الوعي بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات اللي تخص الانسان سواء في حياته اليوميه او لمستقبل الاجيال المقبله ورفع مستوى المعلومه عند الجمهور وفي اطار استهداف اكبر شريحه ممكنه من المجتمع وارشادهم الى كيفيه حمايتهم من اي عنف، بالاضافه الى التعريف بالخدمات التي تقدمها الدائره للفئات المستحقه من الخدمه الاجتماعيه. نظمت دائره الخدمات الاجتماعيه هنا بالشارقه صباح اليوم وبرعايه ساميه من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقه، رئيس المجلس التنفيذي لاول مره في الشارقه. المعرض الوطني للتوعيه المجتمعيه والخدمات الانسانيه توعيه 2015 وذلك في الفتره ما بين التاسعه وحتى الحادي عشر من شهر مارس الجاري في مركز اكسبو الشارقه. ما الهدف مشاهدينا من معرض توعيه 2015 وما هي اهم الموضوعات اللي سيتم طرحها ومناقشتها خلال فتره انعقاد هذا المعرض هذه التساؤلات وغيرها يجيب عليها ضيفنا لهذا اليوم جاسم الحمادي مدير مكتب المعرفه في دائره الخدمات الاجتماعيه عضو اللجنه المنظمه لمعرض توعيه 2015 حياك الله جاسم مساك الله بالخير مساكم الله بالنور الله يحييكم بدايه نشكركم على الاستضافه وطبعا معرض توعيه مثل ما ذكرت برعايه ساميه من سمو ولي العهد بالاضافه كذلك الى هذا المعرض يعتبر اول معرض في اماره الشارقه لتوعيه ابناء ابناء الوطن والمقيمين في هذه الدوله بهدف يعني تعريفهم بالخدمات اللي تقدمها الدوائر والمؤسسات الحكوميه وكذلك توعيتهم بحقوقهم وتوعيتهم بما لهم من حق من من قبل المؤسسات هاي طبعا. جميل احنا يعني بالتاكيد نبغي نعرف ما اهميه انعقاد مثل هذا المعرض اللي ينعقد حسب ما قلنا نحن في المقدمة للمرة الأولى في إمارة الشارقة طبعا الهدف الأول هو هدفين رئيسي رئيسيين الهدف مم. الأول أني أنا أوعي هاي الأطفال أوعي أو الأطفال أو الشباب بحقوقهم وبالخدمات اللي يستحقونها أعرفهم بها الخدمات ثاني الأمر الثاني أني أنا أعرف المجتمع بالمؤسسات وما هي البرامج اللي تطرحها وبالاضافه الى وما هي الفرص التطوعيه اللي تطرحها حق الجمهور. <applause> انت ذكرت المؤسسات. شو هي المؤسسات المشاركه في هذا المعرض؟ طبعا نحن تقريبا عندنا مشارك معنا مع 36 مؤسسه نعم. آه سواء كانت اتحاديه ومحليه محلية آه من ضمنها طبعا الدائره هي الرئيسيه والادخال الاجتماعيه آه عند كذلك وزاره العدل وزاره الصحه آه آه بالاضافه الى جمعيه الشارج الخيريه بالاضافه الى كذلك شاركنا انديه ثقافيه مثل نعم. نادي مليحه الثقافي الرياضي وغيرهم من المؤسسات الكثيرة يعني صحيح جميل احنا في عندنا تقرير عن الافتتاح حقيقه وفي كذلك عندي سؤال عن الفئات اللي انت ذكرتها المستهدفه ذكرت الفئه الاولى فئه الاطفال ثم فئه السباب. الشباب نعم. كذلك صحيح بسالك عن هذه الفئتين لكن مشاهدينا بنشوف هذا التقرير الخاص بافتتاح هذا المعرض اللي يقام تحت رعايه سمو ولي عهد الشارقه واللي افتتحه الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائره الموانئ البحريه والجمارك اعتمدت دوله الامارات العربيه المتحده على مدى عقودها الاربعه من عمر اتحادها تفعيل التوعيه المجتمعيه عبر كافه مؤسساتها باستراتيجيات تحقق اهدافها في تحقيق المشاركه المجتمعيه الايجابيه الفعاله والمبنيه على تعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك الاسري والتكافل الاجتماعي والشراكه والتكامل المجتمعي وفي هذا الاطار نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة للمرة الاولى تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة بمركز اكسبو الشارقة صباح اليوم المعرض الوطني للتوعية المجتمعية والخدمات الانسانية توعية 2015 والذي افتتحه الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بحكومة الشارقة، بمشاركة من مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات المعنية بالتوعية المجتمعية والتطوع والخدمات الإنسانية، للتعريف بخدماتها بشكل مباشر، وذلك في الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من مارس الجاري. الحمد لله اليوم المعرض ما شاء الله يشهد عدد من زوار من طلبه المدارس والكليات والجامعات يشارك في المعرض ما يقارب 40 مؤسسه اجتماعيه ومؤسسات ذات نفع عام تهدف الى توعيه المجتمع بالخدمات التي تقدمها وكذلك توعيتهم بمفهوم التطوع وتوعيتهم بمفهوم الخدمه الاجتماعيه والخدمات الانسانيه التي تقدمها هذه المؤسسات للمجتمع تتنوع وتتعدد المشاركات المؤسساتيه المختلفه في المعرض لتقدم افضل خدماتها بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي وخدمه الانسان بمختلف شرائح المجتمع. مشاركتنا واضحه المعرض يستهدف طلاب المدارس جايين بكل ثقلنا بكل قوتنا على اساس ان ننشر ثقافه التوعيه في مجالات كثيره ومن اهم هذه المجالات على سبيل المثال افه المخدرات نبغي نوضح للمجتمع وللشباب ان نحن كلنا واحد كلنا واحد في مكافحه الجريمه من خلال المعرض نحن ركزنا على مكافحه التدخين وكذلك فحص هشاشه العظام والكشف المبكر لسرطان الثدي وذلك للوصول اكبر شريحه من المجتمع وتوعيتهم التوعيه الصحيه الصحيحه ولكي يكونوا بحلول 2021 أطفالنا إن شاء الله أصحى أنشأنا واحة الاستشارات النفسية هذه الواحة متنقلة من مكان إلى آخر هدف الأساسي نقدم خدمات استشارية مميزة بحيث أن إحنا نعطي الاستشارات الصحيحة للشخص الذي يتقدم عندنا الحمد لله نحن نشوف في مواجهة مباشرة أو يعني اتصال مباشر مع الجمهور التوعيه تعريف بالدائره تعريف بخدمات الدائره الدائره طبعا تشرف على مجالس الضواحي تقدم عدد من الخدمات من ضمنها يعني تنظيم مناسبات اجتماعيه في المجالس المحاضرات نقل احتياجات المناطق والضواحي للجهات المعنيه المعرض الوطني للتوعيه المجتمعيه والخدمات الانسانيه توعيه 2015 منصه تواصل مع المجتمع الاماراتي المدني بكافه شرائحه المختلفه والذي يعكس حاله الحراك الايجابي والمستمر لدوله الامارات بقيادتها الرشيده لبناء مجتمع مستدام ببنيه سليمه ومتماسكه مشاهدينا الكرام اكيد نحن ما زلنا نتكلم عن هذا المعرض اخ جاسم يعني آه لاحظنا ان في تواجد كبير الحقيقه لطلاب المدارس طلاب صحيح. كذلك ايضا الجامعات والتركيز على هذه الفئه باعتبارها هي الفئه آه المستهدفه آه ربما بشكل اكبر، هل هناك فئات اخرى كذلك ايضا مستهدفه؟ هل آه ربما زياره المعرض مفتوحه لعامه الجمهور؟ طبعا المعرض آه هو توعيه نحن هدفنا وعي الطفل. كيف؟ الطفل يعني الآن كيف نحن مثلا كدائره عندنا لازم الطفل يكون عنده حقوق. هاي الحقوق لازم نأمنها. صحيح. حق التعليم، حق الصحه، حق الترفيه، حق الأوراق الثبوتيه، هاي الأمور. كل هالحقوق هذه اللي الطفل يسعد فيها نأمنه حقه هذا آه، هذه الامور هذه نحن من خلال المعرض حطينا بعض وزعنا كتيبات مسابقات لنعرفه ان هذه حقوقه بالاضافه الى ياخذ الهديه عقب ما يدخل ما المعرض ياخذ الهديه آه، كتيب والوان وكذا تلوين يعرف ان هذه حقوقه آه، اغلب المؤسسات المشاركه تعمل هذا النظام كمسابقات بالاضافه نحن الان حتى وعينا الطفل في المعرض آه، كيف يتعامل مع كبار السن، كيف يتعامل مع والدينا كيف يتعامل في المدرسه من خلال جبنا ابائنا الكبار صرفناهم ويشرحون للاطفال السنع والاخلاق الفاضله والاخلاق الحميده وكيف التعامل خاصه نحن الان مثل ما نشوف يعني نيس في المجلس او كل واحد ماسك التليفون يلعب والكبار يتكلمون هاي من ضمن الاخلاق اللي نحن ركزنا عليها. آه بالاضافه اما للشباب طبعا الشباب في جامعه الشارجه آه في كليه علم الاجتماع طالبات الكليه روحوا سووا المعرض عندهم كامل آه وقدموا شرح آه للحاضرين آه بالاضافه الى في برامج تطوعيه قدموها لهم آه الشاب يقدر يتقدم للمستات كمتطوع ككذا يعني عادي يعني. يعرفونهم بالخدمات التطوعيه نعم لازم مثل يعني وزاره التنميه المجتمعيه تعرف حي. في الخدمه التطوعيه شو عندها مم. ممكن الشاب يشارك معاهم في القوافل الثقافيه في القوافل الاجتماعيه مم. وفاتحين هاي الفرصه واكثر مؤسسات تقريبا فاتحه هذه هذه الفرصه هذه جميل يعني هل تعتقد ان في خلال ثلاثة ايام آه، اللي هي مده المعرض انا بيكون يعني عند الطلاب او الفئات المستهدفه الوعي الكافي لانه ما شاء الله كم كم مؤسسه مشاركه حوالي 40 مؤسسه هل في وقت انه يطوف الطالب او الشاب تقريبا كافه المؤسسات ويتعرف عليها ليش ما تكون مده المعرض شوي اطول طبعا نحن فتحنا المعرض من الساعه 9 الى الساعه 4 بحيث نعطي المجال للمؤسسات ان تعرض خدماتها بشكل افضل للزوار سواء كان طلاب او او الشباب او حتى الموظفين او الاباء يزورون يعني فبحيث بحيث ان كل كل ما يدخل الطفل او كذا عباره عن جروبات المدرسه تدخل يعني المدرسه تمشي بجروبات مم. فكل جروب يدخل مثلا هاي المؤسسه تعرف بخدماته وباشياء بتقدم له وعقب ينتقل الجروب للمكان الثاني للجروب الثالث نعم. فهذه هي يعني تجعل الطفل يعني يستوعب كل تقريبا كل المشاركات طيب. ونحن بعد ركزنا انه ما يكون يعني عدد كبير مشاركين وايد بحيث انه بعد يعني اذا كان المشاركه اكبر فما بيقدر الطفل او يستوعب. حتى الزائر يزور كل الاماكن هذه صحيح نعم. يعني طيب هناك مواضيع اوراق عمل بحوث راح يتم طرحها في هذا المعرض صحيح؟